السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي طلبة الصف 11 متقدم بمدرسة المجتمع الثانوية الخاصة للبنات. إن شاء الله اليوم بنستكمل درس المركبات العضوية الأخرى، وهندرس تسمية الألديهيدات والكيتونات. أهداف درسنا أن يفسر الطالب ويستخدم التسميات النظامية والصيغ الجزيئية والبنائية لفئات المركبات الآتية: الألديهيدات والكيتونات. نفتكر مع بعض، إحنا درسنا تسمية مين؟ هاليدات الألكيل والكحولات. إن شاء الله اليوم بنكمل وندرس الألديهيدات والكيتونات. الألديهيدات، ما هي الألديهيدات؟ اللي هي مركبات عضوية ترتبط فيها مجموعة الكربونيل بذرة كربون طرفية في أطول سلسلة ذرات الكربون. إيه هي مجموعة الكربونيل؟ دي أول مرة طبعاً تسمعوا عنها. مجموعة الكربونيل زي ما احنا شايفين، دي الصيغة العامة للألديهيدات اللي انتوا شايفينها، دي هي دي مجموعة الكربونيل. مجموعة الكربونيل في الألديهيدات بتكون طرفية، يعني خلاص ما عنديش ذرات كربون تاني بعدها، تمام، وبتكون متصلة بالهيدروجين. نعرف مع بعض مجموعة الكربونيل. مجموعة الكربونيل يا بنات هي مجموعة وظيفية تتكون من ذرة كربون ترتبط برابطة تساهمية ثنائية بذرة أكسجين زي ما احنا شايفين بالظبط. يبقى المجموعة اللي قدامنا دي هي دي مجموعة الكربونيل. إذا كانت طرفية يعني في النهاية زي ما احنا شايفين كده خلاص بترتبط بـ CHO، معنى كده إن المركب اللي عندي هو الألديهيد. نشوف مع بعض، اللي أبسط الألديهيدات اللي موجودة هو الذي يحتوي على ذرة كربون واحدة. يبقى بيحتوي على ذرة كربون واحدة بنقول عليه ده يا بنات إيه؟ مع مجموعة مع O و H، يعني اللي هو مجموعة كربونيل، بيسمى ميثانال الصيغة العامة ليه زي ما احنا شايفين أهو. آدي عبارة عن ذرة كربون واحدة متصلة بربطة ثنائية مع الأكسجين، وهنا هيدروجين وهيدروجين. المركب ده يطلق عليه ميثانال وله اسم شائع يعني اسم تجاري، وهو الفورمالدهايد. الفورمالدهايد، الفورمالدهايد يا بنات عندي بعض المعلومات عليه، ان هو غاز في الظروف القياسية، على الرغم من انه بيعتقد البعض انه سائل، ولكن هذا الاعتقاد خطأ، هو غاز وليس سائل، ولكن يذوب في الماء مكون الفورمالين المائي، والذي يستخدم كمادة حافظة للأنسجة البيولوجية. الكلام ده مش حاليا، يعني حاليا هو لا يستخدم. طيب ليه؟ إلا أنه ثبت أنه مادة مسرطنة. يبقى الفورمالدهايد أو الميثانال هما اسمان لنفس الصيغة اللي احنا شايفينها قدامنا، اللي هو HCHO. الصيغة اللي احنا رسمينها يا بنات هي الصيغة البنائية، في لي صيغة جزيئية ان انت تكتبيهم جنب بعض فهيتكتبوا بالشكل اللي انا كتبتهولك ده، HCHO. يبقى HCHO هو ده الميثانال او الفورمالدهايد بالصيغة الجزيئية المكثفة. تعالوا نشوف تسمية الألديهيدات. الألديهيدات يا بنات عندي أسهل تسمية ممكن تشوفيها، إزاي؟ خطوتين. الخطوة الأولى تسمية الألكان، حددي أطول سلسلة هيدروكربونية وعيني البادئة، اللي هو إذا كان تحتوي على ذرة كربون واحدة فهتبقى البادئة ميث، إذا كان ذرتين كربون فتبقى إيث، وهكذا. ثم أضيف اللاحقة آن، إذا ميثان، إيثان، بروبان، بيوتان، وهكذا. الخطوة الثانية تضاف اللاحقة آل، وآل هنا عشان توضح إن عندي مجموعة كربونيل طرفية، أو عشان توضح إن المركب اللي موجود عندي هو ألديهيد. تعالوا نشوف أمثلة على الكلام ده. سمي المركبات الآتية بحسب الأيوباك. نفتكر مع بعض اختصار التسمية، اختاري أطول سلسلة وسمي الألكان وضيفي له مقطع آل، إذا الألديهيد يسمى على وزن الكانال. نشوف مع بعض، عندي ده عبارة عن ادي أطول سلسلة عبارة عن ذرتين كربون، إذا إيثان، وعلشان عندي مجموعة كربونيل طرفية يعني في نهاية المركب فيبقى إيثانال زي ما احنا شايفين.
نشوف المركب الثاني عندنا، نمشي بالخطوات، اختاري أطول سلسلة تتكون من 3 ذرات كربون، يبقى هتاخد البادئة بروب وهضيف لها ان، يبقى بروبان، ولوجود مجموعة كربونيل طرفية فهتاخد لاحقة كمان ال، فيبقى بروبانال. تعالوا نشوف المركب الثالث قدامنا، CH3 CH2 CH2 CHO، اهو شايفين 4 ذرات كربون بيكونوا ايه يا بنات؟ ايوه بياخدوا البادئه بيوت وهضيف لهم لاحقه ان، فبيبقى بيوتان. ولوجود مجموعه كربونيل طرفيه شايفين اهي CHO، اذا المركب اللي عندي الديهيد، ويبقى يا بنات اسم المركب بيوتانال. يبقى لو لقيت مركب في نهايته ألف ولام، هذا يعني إن المركب اللي عندي هو ألديهيد. تمام؟ ماذا يعني إنه ألديهيد؟ يعني أن مجموعة الكربونيل هي مجموعة طرفية، يعني موجودة في نهاية المركب، ممكن تكون على الطرف ده أو تكون في الطرف التاني، المهم إنها بتكون في طرف المركب. ملاحظين يا بنات إنه ما عنديش ترقيم؟ طبعاً لأنها مجموعة طرفية ومكانها هو ده رقم واحد عندي. خلاص؟ نشوف أمثلة تانية، سمي المركبات التالية حسب الأيوبي. المركب اللي قدامي ده إحنا بنسميها الصيغة الهيكلية، اللي هي ما بتبقاش واضح فيها ذرات الكربون أو ذرات الهيدروجين. تعالوا نشوف هنعمل إيه. الطرف بتاعك عبارة عن CH3، ده دائماً الطرف يا بنات هو عبارة عن CH3، والزوايا اللي عندك دي عبارة عن ذرات كربون، يبقى كل زاوية هي ذرة كربون عشان نتعلم الصيغة الهيكلية. نسمي المركب ده عدي أطول سلسلة تحتوي على ذرات كربون متصلة، أيوة 4 ذرات كربون، العد دايما بيبدأ من عند مجموعة الكربونيل، فهتلاقي عندي بيوتان، ولوجود مجموعة كربونيل طرفية فهيبقى بيوتانال. نشوف مركب تاني، المركب اللي احنا شايفينه ده اهو هنا وضح لي ان الطرف هو CH3، وادي هنا دي كربون وادي كربون وادي كربون. طيب يا مس دي كربونة منتهي معاها او، طيب كده ناقصها رابطة، احنا اتفقنا ان الكربون لازم يعمل 4 روابط، اذا عندي رابطة مع الهيدروجين لكن ما وضعهاش، لأن في الصيغة الهيكلية مش شرط إن أنا أحط الخط مع الهيدروجين. خلاص أنا دلوقتي بدربك إنك تشوفي المركب بأكتر من صيغة، فالصيغة دي هي نفسها الصيغة دي، هنسمي المركب ده بيوتانال أيضا. نشوف مركب تاني، المركب اللي قدامي ده تعالوا يا بنات نشوف هنسميه ازاي. اختاري أطول سلسلة تحتوي على مجموعة الكربونيل زي ما احنا شايفين اهو، مجموعة الكربونيل طرفية، اذا المركب اللي عندي الديهيد وبياخد مقطع ال، فهيبقى 1 2 3 4 5، 5 يعني الألكان اللي عندي بنتان. تمام؟ فطبعا علشان وجود مجموعة الكربونيل فهيبقى بنتانال. طيب لاحظوا ان موجود عندي فرع شايفينه يا بنات اللي هو CH3، موجود عند ذرة الكربون رقم 4، يبقى 4 الفرع ده اسمه ايه؟ ميثيل، يبقى 4 ميثيل بنتانال. طب ليه يا مس ما عدناش من هنا 1 2؟ لا، في مركبات الألديهيد بتبدأي العد من عند ذرة الكربونيل، مجموعة الكربونيل اللي عندي، فهيكون المركب 4 ميثيل بنتانال زي ما احنا شايفين. نشوف مركب تاني، المركب اللي قدامي ده بصيغة هيكلية كمان، هنعمل ايه يا بنات؟ الزوايا اللي موجودة عندي هتحطي فيها ذرات الكربون، تعالوا نسميه، اختاري أطول سلسلة موجودة عندك تحتوي على مجموعة الكربونيل، فهتبدأي من هنا وتمشي كده، أيوه كده أنا اخترت أطول سلسلة موجودة عندي تتكون من 4 ذرات كربون وعندي فرع، طالما عندك تفرع يبقى لازم ترقيم،
خطوة قيمي من عند ذرة الكربون المرتبطة بمجموعة الكربونيل، فهيكون عندي 3 ميثيل. طيب السلسلة الطويلة تحتوي على كم ذرة كربون؟ 4 ذرات كربون. إذا بيوتان، ولأنه الديهيد عرفت إزاي من مجموعة الكربونيل الطرفية، فهيبقى بيوتانال، وعندي ميثيل مرتبطة بذرة الكربون رقم 3، فهيبقى 3 ميثيل بيوتانال. تمام يا بنات، كده احنا انتهينا من تسمية الألديهيد. هندخل على نوع تاني من المركبات اللي هو الكيتونات. الكيتونات هي مركبات عضوية ترتبط فيها مجموعة الكربونيل. ايه ده؟ معنى كده ان الكيتونات والألديهيدات ليهم نفس المجموعة الوظيفية؟ اي نعم، وهي مجموعة الكربونيل، ولكن يختلف موقعها. في الألديهيد كانت مجموعة الكربونيل طرفية، أما في الكيتونات ترتبط بذرة كربون وسطية، أي أنها تقع ضمن أطول سلسلة لذرات الكربون. نشوف الصيغة العامة، أيوة أهو مجموعة الكربونيل ولكن وسط المركب، يعني يسبقها ذرات كربون ويليها ذرات كربون. نشوف أصغر كيتون موجود عندي هو البروبانون، يعني أقل من كده ما ينفعش يكون كيتون، يعني ما ينفعش يكون عندي كيتون اسمه إيثانون، ما ينفعش يكون عندي كيتون اسمه ميثانون، لا. أصغر كيتون يتكون من 3 ذرات كربون، علشان تكون الذرة الوسطية عندي تحمل مجموعة الكربونيل. خلاص؟ هذا هنا يا بنات دي اللي احنا بنعتبرها R، وهنا بنعتبرها R أي مجموعة الكيتون. خلاص، هو ده شكل البروبانون. البروبانون له اسم شائع وهو الأسيتون، ربما تطرق إلينا، اللي هو إيه يا بنات؟ اللي يستخدم في تخفيف قوام الطلاء، وهو أيضا مذيل لطلاء الأظافر. نشوف مع بعض تسمية الكيتونات. إزاي نسمي الكيتونات؟ الخطوة الأولى عندي تسمية الألكان زي ما أخذناها قبل كده. الخطوة الثانية عندي تضاف اللاحقة واو ونون، وهذا هو الفرق. قبل كده كنا بنحدد سلسلة الألكان ونحط ألف ولام في الألديهيد، أو نحط واو ولام في الكحول، لا. هنا في الكيتون هنضيف واو ونون. عندي هنا خطوة تالتة اللي هو بيقول لي عند وجود أكثر من 4 ذرات كربون يتم تحديد موقع مجموعة الكربونيل. هنشوف الكلام ده أوضح بالأمثلة. نشوف المثال اللي قدامي. المثال اللي قدامي بيحتوي على 4 ذرات كربون. تعالوا نشوف المركب ده نوعه ايه. من المجموعة الوظيفية هنعرف فين المجموعة الوظيفية. هنا مجموعة الكربونيل في وسط المركب، اذا المركب اللي عندي كيتون. نفتكر مع بعض بنسمي كيتون ازاي. اختار الاول اطول سلسلة وسمي الالكان. هنقول 1 2 3 4، 4 ذرات كربون، إذا بيوتان. مجموعة الكربونيل عن ذرة الكربون رقم 2، إذا 2 بيوتان، ونضيف ليها مقطع واو ونون لأنه كيتون، فهيكون 2 بيوتانون. نشوف مركب تاني زي ما احنا شايفين بالظبط. المركب التاني هنحدد أطول سلسلة. حددي الأول المركب من أي فئة، هو كحول ولا ألديهيد ولا كيتون ولا هاليد ألكين. هتشوف المجموعة الوظيفية عندك. المجموعة الوظيفية عبارة عن مجموعة كربونيل وسط المركب، إذا عندي كيتون. ممتاز، تعالوا نسمي الكيتون. اخترنا أطول سلسلة، هنسمي من الجهة الأقرب لمجموعة الكربونيل، فهنلاقي مجموعة الكربونيل عند ذرة الكربون رقم 3، فهيكون 3. السلسلة الطويلة عندي بتتكون من 5 ذرات كربون، أيوة يا بنات. إذا بنتان، وهنضيف لها مقطع واو ونون علشان هو كيتون، فيبقى بنتانون، ولازم نضيف الأول رقم مجموعة الكربونيل، فنقول 3 بنتانون زي ما شايفين بالظبط. تمام. الأسئلة التقويمية عندي، ما هي المجموعة الوظيفية في مركبات الألديهيدات والكيتون؟ ممتاز، مجموعة الكربونيل. ما الصيغة البنائية لمركب 2 بنتانون؟ من خلال فهمكم لدرس النهاردة تقدروا تجاوبوا على السؤال،
ويا رب تكونوا استفدتوا بالنجاح والتوفيق إن شاء الله.